اهلا وسهلا الحبايب، مرحبا بكم. احنا دائما في عاصمه سنغافور، راح نضربوا جوله نشوفوا مطاعم العربيه واكل حلال، نضربوا جوله الى شارع العرب، تبعونا. عندك ما تاكل هنا يا الحمبابه؟ غير الحرور، غير الحرور الحبايب. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما شاء الله، لازم تشوف هذا باش تدخل تاكل، وهادو ما قاعد ياكلوا لهنا. هاليك حواليك كبير، الله يبارك. يعطيك الروس، كل تحب الخبز تحب. عندهم معنا الروتي نان معروف، ولا روتي تشاناي كيما نقولوا احنا باللهجه الجزائريه، معارك. عندهم المعارك، عندهم النان خبز. روتي نان مع التندوري هذايا حاجه قوة الحبايب. من الاحسن ما تاكلوش هكذا، قولوا يعطيها لك هكذا. لك يخدم لك الخبز هاو النان كيما هذاك، وتشوفوا فيه لهنا، هذا هو الخبز تاعهم تاع الهنوده. صح، هذو مسلمين خوتي. مطعم ABC معروف، ناسي كاندار معروف، موجود في ماليزيا. احنا رانا في سنغافور، اكيد احنا رانا في عاصمة سنغافور، رانا من ناحية ليتل انديا على كل حال. هاو الاسم ومعروف هذا، وكلش حلال هنا. انا واش مسوتعكم من هنا يا الحمبابك؟ شوف يعطيها شغل محاجب توانا يا الحمبابك. اوكي ما شاء الله، هو جايبها هو يخدم فيها. هو يعطي لها شويه بصل يا الحمبابك. هاي شغل محجوبه اوملات خو. اوكي في مكاسي. يس، هذا عندي بصح مسلم هنا، كلش حلال على كل حال. ابي قلت تمشي بقى العشرة في يدك يعطيك بروسي. هاليك فهمتوا، ممنوع شرب الخمر في الشارع من العشرة للطناش، من العشرة ونص حتى للسبعة. ويكتب لك ماندي تو فرايدي من الاثنين للجمعة. مطعم ما شاء الله حلال، هاو اسمه في ليتل انديا، كاين مسلمين. حبايب هذه سنغافور من اغلى دوله في اسيا. هذو الاسعار تاعهم كيما باريس، لندن، سيدني. حوالي واحد دولار سنغافوري حوالي 75 سنت دولار امريكي. لا تنسوا الاشتراك واللايك والاعجاب. احنا في شارع العرب، اسم الشارع هذا بغداد كيما راكم تشوفوا هنا. شارع بغداد، أكلات العربية. شارع بغداد. يعجبني المطعم هذا، مطعم شباب لكن لا يوجد الحلال.
دوك نرحيه ونولي ليكم. السلام عليكم أورا إندونيسيا. صحات برابا هاري سيني تيغا هاري بولانك هاري أبا بيسون إن شاء الله. شتو هادو مالي صورتهم لكم في ثلاثة دروك هادو اندونيزيين اللي ثلاث سنين كنا ندخلوا بلا فيزا قلت له على بالي حنا تاني كذا درتها 200 دولار هاد المرة أونلاين 200 دولار واش قال لي؟ قال لي قول الرئيس تاعكم رجع كيما بكري. قلت له واش كاينو الداية عمك راه يسمعني أنا؟ قلت له كيفاش عندك هاد المعلومة أنتايا باللي الدولة ديالنا قال لي أنا نخدم كيما نقولوا ترافل إيجين في البلاد اللي نعيطوا لها أجونس دو فواياج. يعني أنا أخدم بدا وحياتي قاعني نصفر ونشري بتيت يشروع لي ليبيا يشروع لي يقدا. قال لي على بالي بكري كنا بلا فيزا. قلت له على بالي ما ندخلتها بلا فيزا. ماشي أنا جزائريين قاعد دخلها بلا فيزا عندها قبل كوفيد كنا غير كي ولات الكوفيد 200 دولار خلصت عليها خاوتي يعني راح نديكم لاندونيزي إن شاء الله. على سماوه شارع العرب هذا يا خاطرش كانوا بكري من زمان كانوا العرب عايشين لهنا يا. وهذه كيما على بالكم البلاد هذه كانت تبع ماليزيا على بالكم. عشان مقبلة تلاقيت بعمل واحد الماليزي مرحي قال لي على بالك 20 سنة أنا 20 سنة كنت في كوالالمبور. قال لي 20 سنة من قبل. قال لي قليل وين تشوف زعما المسلمين زعما الملايو وكذا عنده طونوبيل شابة زعما تلقى خدام ديريكتور هذه أنسى دوكا راهم بداو والسلطان تاع جوهر بارو. أنا على بالي بها باللي مدعم هاد البلاد بالك زعما يغركم الشيطان يقول خوتي حنا مسلمين ما يحبوناش نطلعوا ودي راه يقول لك انظف دوله في العالم رقم 2 صح نظيفه ما نقطعش فيهم انا صح نظيفه قسما بالله عندي 160 فيديو ولا اكثر كاش نهار حلفت لكم خوتي قسما بالله غير ماليزيا نظيفه كيما هذه. هذا اسمه مسجد السلطان هذا اول مسجد في سنغافور على سماوه سلطان اكيد سلطان لبنان. اي مسجد مع الدخله تاعو تشوف اسمه وكتاش تبنى وكتاش حل وكتاش كلش يحطو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. I want to ask you, do you know about Algeria? Do you have? Of course I do. I have not been to Algeria, but I have been to the neighboring country, Tunisia. Okay. But when I was in Paris, I met lots of Algerian and they helped me to find halal food. And the owner of the hotel that we stayed was also Algerian. Okay. عليك اسمو مسجد السلطان سنغافور هذا في 1924 وكملوه في 1932. هذا مسجد السلطان في النهار ما شاء الله عندنا مسجد في سنغافورة. هذا مطعم اسمو اسطنبول غريلز غريل محسوب بالمشوي او كاين خونا جزائري هاوليك هذا اسمو احمد يخدم لهنا عنده 7 سنين قال لي السمانه اللي فاتت جاو الجزائريين ضربوا سمانه ياكلوا لهنايا قلت له حاجه مليحه جروب توريست هما كيما نقولوا احنا في بلادنا فواياج اورغانيزي جاو هما فواياج اورغانيزي جاو لسنغافور لاباس سنغافور غاليه الحبايب. شغل هذا يعتبر من احسن المطاعم هنا في المكان هذا هاوليك واش عنده حوالي انا ما ناكلش لهنا خوتي ما نصحش الزواليه كيما انا الاسبوع هذا عنده دراهم المهم غاليه الماكله اللي حنا غاليه. وهاوليك مطعم اخر وهذا تاع اللوكال ولاد البلاد الماليزيين السنغافوريين الاندونيزيين يجوا ياكلوا لهنايا. انا وريته في النهار وفي الليل. You from Iran? I am from Pakistan. Pakistan, salam alaikum. ما شاء الله وعنده سرابة ما شاء الله. كاين تاع الإيران كاين تاع من كل بلاد. We have carpet from Iran. From Iran عندهم من إيران. Afghanistan. عندهم تاع أفغانستان. From Turkey. عندهم من الترك. India, Pakistan, yeah, Belgium also. Yeah. Ah, okay. Russia. Malaysia, Russia. Russia. Ah, Russia. Okay. Yeah. صح خوتي الإيران رقم واحد في العالم ما كان حتى هدرة. صح أفغانستان تاني قول. It that one the opposite one is from where? Iran. Yeah. شتو ها شوفوا مش حاب نشوف الطبي هذا الله يبارك. هذا اسمه ألادين ما شاء الله يبيع ذهب. أو مسجد السلطان من وراء
احنا اغلبيه تاع تاع الباصات تاعهم طوال هكذا تحت والفوق اغلبيه. شوف الحين جابوا الفيلو عادي. الشرطه تاع سنغافوره.